اليوم هي الذكرى السنوية الأولى للحادث المؤلم لوفاة 5 من إخواننا في مشروع مسا. اليوم هي ذكرى ضحايا شهداء الواجب. اليوم الذكرى لكل شهداء مسا ولكل من قدم حياته لعمل عمليات نزع الألغام الإنسانية في اليمن. اليوم ذكرى لكل من ضحى ويضحي من أجل إسعاد أطفال ونساء وشيوخ اليمن. بسام سوف يستمر بتضحياته، بتضحيات من رحلوا عنا وبتضحيات القادمين، من عمل وإخلاص وجهد واليوم أحب أذكر الجميع بأن عمل مسا لن يثني ضحايا الواجب ولن يثني كل المعوقات الموجودة في الأراضي اليمنية. في نهاية النهار وفي نهاية الأمر سوف ينتصر مسا ويصبح اليمن خالي من الألغام.